احنا وصلنا للحته بقى اللي كانت المره اللي فاتت انها اصعب حته فين؟ في الاسئله الرمله والاجواينا في جنب والاجواينا كانت احنا يا جماعه مش متخيلين الاجواينا اللي جنب ده عامل ازاي؟ جت الاكسترنال ابدومينوس الابدومينوس بتاعها لف كده عمل لي الاجواء يعني ادي اللور بوردر بتاع الابونيروسس لف كده عمل لي ليجامنت اسمه ايه؟ انجواينال ليجامنت. بس الانجواينال ليجامنت ده مش قصه عاديه ده حكايه شويه. الانجواينال ليجامنت ده ولاد المفروض ان هو ذا رولد ان فري لور بوردر بتاع الاكسترنال ابدومينال اوبليك ابونيروسس صح؟ انتوا شايفين الجزء اللي هو البارت بتاعه شايفين اللي هو الفرق بتاعه يا ولاد اللي هو الموضوع كومباكس وبعدين كومباكس ليه؟ لان هو مشدود بالفاشيا لان هو مشدود بالفاشيا يبقى ادي اللي هو البوردر بتاع الانجواينال ليجمنت الكومباكس بتاعه ده مشدود بالفاشيا طيب لازم اعرف ايه هي الاتاتشمنت بتاعه الايه؟ انجواينال ليجمنت يلا ميديا اللي ماسك في ايه؟ كلام جديد ده بقى يوبيك جوبيتس ولاتر اللي ماسك فين؟ انتيريور سوبليميوم ايليك سباين يبقى دي الاتاتشمنت ميديا اللي ماسك في يوبيك جوبيتس ولاتر اللي ماسك في انتيريور سوبليميوم ايليك سباين لكن الانجوانت ليجامنت ده ليه اكستنشن يعني ليه انتدادات هو مش مجرد ليجامنت وايه ولور بوردر ابونيروسس بتاع مصر بس لا ده ليه ايه؟ اكستنشن اول اكستنشن شايفين يا جماعه ده كده الانجواينال ليجمنت جاي من الانتيريور سوبيريور ليك سباين هو البيوبيك تيوبر شايفين الحته اللي ورا التريانجلر دي؟ هي دي لاكينر ليجمنت هو انا جايب الصوره دي ليه؟ مع ان في صور اوضح من اللاكينر ليجمنت اللي كده كتير عشان انت تتخيل ان اللاكينر ليجمنت ده مش قدام الانجواينال ده ورا يعني ادي الميديا بارت بتاع الانجواينال ليجمنت ده كده اللاكينر اللي هو ايه؟ شايفينه؟ حته التريانجل ده طيب نيجي بقى نبص على لاكينر ليجمنت او نعرفه اللي هو تريانجولر اكستنشن من البوستيريور بارت اوف ذا ميديال سايد اوف انجواينال ليجمنت يبقى ده باكورد تريانجولر اكستنشن من البوستيريور بارت اوف ميديال سايد اوف انجواينال ليجمنت طيب هو ليه اتاتشمنت؟ ليه؟ الايبكس بتاعته اهو يا ولاد شايفين احنا كده جايبين اللاكينر ليجمنت على العظم شايفينه؟ ادي الانجواينال ليجمنت اهو استنوا ادي ده كده الانجواينال ليجمنت وهو ده اللاكينر ليجمنت وشكله تريانجلر الابكس بتاعه ماسك فين يا ولاد؟ في اليوبيك تيوبر طيب البوستير بوردر ماسك في ايه؟ ايه ده؟ البكتينيال لاين يبقى الابكس ماسك في ايه؟ ورا ماسك فين؟ البكتينيال لاين قدام ماسك اللي هو ايه الليجامنت ده؟ الانجواينال ليجامنت يبقى هو ميديا اللي ماسك في تيوبرتل اسمها ايه؟ يوبيك تيوبرتل ورا ماسك في البكتينيال لاين لكن قدام ماسك في ايه؟ في الانجواينال ليجامنت هل الكلام ده فيه اي مشكله؟ فيه صعوبه؟ طيب نتكلم بقى على البيز بتاع التراينجل شفتوا بقى شكل التراينجل عامل ازاي هنا؟ اوضح من هناك بس انا كنت جايبه الصوره بتاعت هناك عشان تعرفوا ان هو لورا هنا عامله شويه ريتراكشن عشان تتخيلوا معايا البالانس اتفقنا ان هو مين يلا ميديا اللي ماسك فين؟ انتيريور انتيريور اللي ماسك فين؟ يبقى احنا اللي جنب بوستيريور اللي ماسك فين؟ بكتيريال لاين شايفين البيز بتاع التراينجل؟ فاكرين الحته دي كانت ايه؟ الفيمورال رينج يبقى هو عامل الميديال باوندري صح؟ عامل الميديال باوندري او الميديال شارب بوردر بتاع الفيمورال ايه؟ رينج لان بعد كده الفيمورال فين بقى الفيمورال ارتري كده تمام؟ صح الكلام ده يا ولاد؟ كلنا متخيلين اللاكينر ليجمنت؟ ها؟ طيب اكمل البكتينيال ليجمنت يا ولاد اللي هو ده شايفين؟ ده يبقى هو البكتينيال ليجمنت ده هو الى اكستنشن لأول
الميديال البوستير بوردر اللي هو على الثنيه الله. يبقى هو اكستنشن البوستير بوردر بتاع اللاكيولار ليجمنت، يبقى هو ماسك في قلبه حته من البلف بون بالثنيه ولا فاهم دي؟ يبقى كانت بسرعه كده في ثانيه. اللاكيولار ليجمنت ده اكستنشن للبوستير بارت بتاع الميديال بارت بتاع الانجوينال ليجمنت. اذا هو ميديا اللي ماسك في جوري اسمها يوبيت جوري، قدام ماسك فيه السمع الواينا ليجمنت، ورا ماسك فيه بكتيريا لاين. برافو عليك. عامل الميديا البوردر بتاع الوينج الهيمورابين. طب البكتيريا ليجمنت او الكوبرس ليجمنت ده اكستنشن لايه؟ للبوستيريور بوردر او البوستيريور اكستنشن اوف لاكينر ليجمنت. يعني بدل هو اكستنشن للبوستيريور بار، يبقى هو ماسك في انهي حته من الفيربيك بون؟ بكتيريال بلاي. كله تخيل معايا الاكستنشن دي اللاكينر والبكتيريال. فاضل لي حته انا عايزاكم تتخيلوها. الاول نتخيلها هنا في رسمه مرسومه بالايد، وبعد كده اوريها لكم على الباضي شكلها ايه. دي اولاد انورينج سوبرفيشال انجوايرنج اللي هي موجوده في انهي حته؟ في الاكسترنال ابدومينال اوبليك او يورو. شايفين التو كرورا في لاترال كراس وميديال كراس؟ شايفينهم؟ الكراس الميديال دي اسمها ميديال واللاترال اسمها لاترال. شايفين الفايبرز بتاعت اللاترال كراس هتكستند لورا ورا السبرماتيك كور وتروح تمسك في اللور بارت اوف مين يا قلبك؟ تعمل لي ريفلكت بارت اوف انجوينال ليجمنت. يعني ايه؟ احنا اتفقنا ان في تكرورة، مش احنا عندنا الحته بتاعت الفتحه بتاعت السوبرفيشال رينج دي تريانجولار اوبننج في الاكسترنال اوبليك ابنيوروسس؟ اوكي، هي ليها تكرورة. الكرورة اللاترال سميتها لاترال كراس، الميديال سميتها ميديال كراس. تيجي الفايبرز بتاعت اللاترال كراس، اللاترال كراس دي ما هي الا فايبرز من الاكسترنال اوبليك برضه. تيجي تروح لفه من تحت، مش السبرماتيك كورد بيخرج من السوبرفيشال، تيجي تروح لفه من تحت الكورد وتيجي هنا تمسك في اللور هاف اوف لينيا البا. متخيلين اللي انا بقوله؟ لا تمام. ده السوبرفيشال رينج عنده تو كرورا لاترال وميديا. تيجي احنا عندنا ايه اللي خارج؟ يعني احنا عندنا ادي صباعي، ادي صباعي ده اللاترال كراس اللي هي الفالنجيز دي اللاترال كراس ودي الميديال كراس، يبقى دي الرينج معايا. يجي هنا السبرماتيك كور يعدي، تيجي اللاترال كراس تلف من تحت السبرماتيك، تبعت فايبر تلف من تحت السبرماتيك كور وتمسك في اللينيا قلبي. هو ده ريفلكتد بارت اوف انجوينال. الكلام ده قدام تندون مهم قوي اسمه كونجوينت تندون، اسمه كونجوينت تندون. طب تخيل الكلام ده هنا، شايفين يا ولاد؟ لا مش ده، مش اللابتوب. احنا عايزين دي. شايفين الاول السكوير اللي انا حاطاه ده كله شايفه؟ طب دي اللاترال كراس ودي الميديال كراس. تيجي اللاترال كراس اهي بتعمل الريفلكتد بارت، شايفين الريفلكتد بارت اهي؟ هتمسك في لينيا قلب. شايفين؟ الشاشة واضحة، الشاشة هنا. الشاشة واضحة. شاور بالماوس. دي؟ هتشوف دي؟ شاور بالماوس. بالماوس يا دكتور. طب استنى الريزوليوشن هنا وحش يعني؟ كلهم وحش؟ لا الشاشة كويسة. على فكرة باينة انتوا طمانين. والله شايفين؟ دي الرينج. أهي مش السبرماتيك كورد ماشي منها أهي؟ أهي. دي الرينج اللي حوالين السبرماتيك كورد. ماشي دي؟ مش ماشي. مش شايفين غير الليزر بس. أقول لكم على حاجة حلوة؟ شاور بالماوس يا دكتور احنا هنبص. الرسمة التانية. أصل أنا هعمل فيها إيه دي؟ طب اشرحها لكم مره هنا ومره هنا. ماشي بس بسرعه. بصوا يا ولاد، دي الرينج صح؟ اهي دي الرينج، ده السيماتيك كور صح؟ ده اللاترال كراس، شايفينه؟ لافف اهو على الفايبرز الفاتحه قوي دي اللي هي دي، هي دي الريفلكتد بارت، شايفينها؟ دي قدام الكونجوينت اللي هو ده.
هعرف بالترجمة، هعرفها والله. طيب الإجوان اللي كانت ماسك مين يعني فين؟
واخدين ده اسمه ايه؟ شكله ايه؟ طيب الابريكس ماسك في ايه؟ الابريكس قدام ماسك فين؟ ورا ورا ماسك فين؟ الدنيا اللاين هنا ماسك فين؟ مش ماسك عامل ميديا الباور الداتا الباور بتاع ايه؟ السنتك بتاع النيورال ريلي اما يجي اكستند هنا الاكستنشن لو في اكستنشن هنا يبقى اسمه ايه؟ بيكتينيال ليجمنت ده اكستنشن الانو بوردر اللاكيولار بوستير ماسك في انو لاين بيكتينيال لاين الريفلكت بارت يا ولاد الريفلكت بارت اللي هو ده جاي من اللاترال كروس لافف ورا ايه؟ سبرماتيك بول ماسك في اللور هاف اوف ايه؟ ليه يا قلبك قدام تندر مهم قوي هنا اسمه كونجاين تندر الانتركرورال بارتس دي المفروض ان هي اللاترال كروس والميديال كروس انا مش عايزاهم يفصلوا عن بعض فربنا خلق لي فايبرز بالعرض تمسك لي التو كرورة ببعض عشان ما يحصلش سيبريشن. الكلام ده فيه اي مشكلة؟ ايه ليه في انجوينر كلام اصلا؟ ليه ربنا خلقها اصلا؟ ما هو كان ممكن لان انتوا عارفين ان الانجوينر كلام دي نقطة ضعف في الابدومن مش نقطة قوة. ربنا خلقها ليه؟ مع انها نقطة ضعف مش نقطة قوة خلقها علشان نزول التستس عشان التستس امبريولوجيكالي كانت او في حته بعد كده بتبقى جوه الابدومن وربنا عايز ينزلها من الابدومن لحد تحت تمام فعمل لي ايه ربنا؟ عمل لي انجوينال كانال التستس كانت هنا في الابدومن يا ولاد فاكرين اللايرز فاكرين اللايرز بتاع الابدومن من بره لجوه؟ ها احكوا لي لا انا مش عايزاها من بره لجوه انا عايزاها من جوه نص انش فوق الميد انجوينال ليجمنت
lateral artery اللي اسمه inferior epigastric artery وهو ده اللي هيدي attachment لل internal spermatic fascia. ال inner layer اللي هتغطي ال spermatic cord. صعب الكلام ده؟ superficial ring دي triangle موجود في الاكسترنال اوبليك اكنيوروز فاكرين دي تو ايه؟ كرورا اللاتر الميديا كراس ماسكه في ده يسمسز بيوبس ده الميديا كراس اللاترال كراس ماسكه فين؟ في البيوبيك تيوبر اذا السوبرفيشال انجوينال رينج ميديال للبيوبيك ايه؟ تيوبر تخيلتوا ازاي السوبرفيشال رينج ميديال للبيوبيك تيوبر ليه؟ لان الميديا كراس ماسك في السمسز بيوبس واللاترال كراس ماسك في البيوبيك تيوبركل والبيز معمول بالبيوبيك كريست. الابكس ميتنج اوف ذا تو كرورا ودي الانتر كرورال فايبرز اللي هتمنع السيباريشن اوف ذا تو كرورا. تخيلتوا الديب رينج والسوبرفيشال رينج شكلهم ايه؟ هل صعب الكلام ده يا ولاد؟ مش صعب. يبقى احنا عندنا ديب رينج في الفاشل ترانسفيرساليس سوبرفيشال رينج في الاكسترنال اوبليك. الميديا كراس ماسك في السمسز بيوبس اللاترال في البيوبيك تيوبركل بيز بيوبيك كريست وادي السبرماتيك كورد وهو خير. هل في صعوبه دي؟ فاضل بس نقطه معينه ان هي دي اللي هتديني انه فاشيا اكسترنال سبرماتيك. طبعا الكلام ده انا هعيده تاني مع الجينيتاليا بس احنا ايه لحد دلوقتي ما عندناش مشكله. عندنا مشكله؟ نيجي بقى للغوط بتاعت الفاشيا وركز معايا بقى يعني ايه؟ انا عايزه ادرينالين في الهواء في السماء. عارفين الادرينالين؟ نفس كده حلو كده وادرينالين في السماء ونركز مع بعض. شايفين السيرس المرسوم ده؟ اول حاجه ده ايه؟ الانجوينال السوبرفيشال رينج وده الفايبرز بتاع الاكسترنال ابدومينال اوبلي. في حد مش متخيل ان الانتيل وول بتاعت الانجوينال كانال معموله بالاكسترنال ابدومينال اوبليك؟ يعني في حد معترض عليها؟ يبقى اول حاجه هتكلم عليها الانتيريور وول اوف ذا انجوينال كانال. اول حاجه معموله بالاكسترنال ابدومينال اوبليك. في ثوابت هنحطها وبعد كده نتكلم في الوول. ايه الثوابت؟ ان الانتيريور وول معموله بالاكسترنال اوبليك. والبوستيريور وول معموله بايه؟ بالفاشيا ترانسفيرسال. لان السوبرفيشال رينج في الاكسترنال اوبليك والديب رينج في الفاشيا ترانسفيرسال. اذا دي ثوابت. Anterior wall is formed of external oblique والبوستيريور فاشيا ترانسفيرسال. في حد معترض على الكلام ده؟ طيب نيجي بقى للحاجه الثانيه اللي هي ايه؟ ده ايه؟ الاخضر ده؟ انجوينال ليجر. شايفين؟ دي الديب رينج. عارفين متخيلين ده؟ الانترنال اوبليك يا ولاد هتيجي من اللاترال تو ثيردز اوف ذا انجوينال ليجر. اذا الانترنال اوبليك لاترالي قدام الكنال. ليه؟ لانها بتاخد من اللاترال تو ثيردز اوف ذا ليجر. اذا هي قدام الديب انجوينال لان الديب انجوينال رينج موجوده فين؟ في الميد انجوينال بوينت. هي واخده من لاترال تو ثيردز اذا الانترنال اوبليك قدام الديب رينج. بس فين بالظبط؟ لاترالي. اذا الانتيريور وول اوف ذا انجوينال كانال از فورمد اوف اكسترنال ابدومينال اوبليك اند لاترال از اوجمانتد باي انترنال اوبليك. ودي يا ولاد من الحاجات اللي مقويه الكنال. ليه؟ لان هي قدام الرينج. اذا هي قفلال الرينج من قدام لان احنا اتفقنا ان الانجوينال كانال دي نقطه ضعف في الابدن. اذا من ضمن الحاجات اللي مقوياه الكنال او عامله كونتنسنتر شويه نقطه الضعف وجود الانترنال اوبليك قدام الديب رينج. تمام؟ يبقى اذا الانتير وول اوف ذا انجوينال كانال از فورمد اوف تو ماسلز ايه وايه؟ اكسترنال اوبليك اند انترنال اوبليك. لازم تقول لاتر. خد بالك مين ثاني ده قصه ثانيه. في مشكله في الكلام ده؟ الانتير وول في مشكله؟ تمام. طب نيجي بقى لقصه الترانسفيرسس ابدومينوس وهي ليه مش عاملاني وول من الكلام. هو الترانسفيرسس ابدومينوس واخده اوريجن منين؟ من اللاترال وان ثيرد اوف انجوينال ليجر. اذا هي مالهاش علاقه بالكلام خالص. ده الديب انجوينال رينج اخرها ميد انجوينال بوينت.
solo transversus abdominis is not related to the canal at all. دي جاية من الفكرة المهمة إذن هي بره الكهف. دي تخيلتوها؟ يبقى إحنا عندنا الأنتيريور إكسترنال أوبليك إكسترنال أوبليك إنترنال أوبليك لاترال. نيجي بقى القصة اللي إحنا بنقولها كل محاضرة ولازم كل ما أشوفكم أقولها لكم إن الإنترنال أوبليك والإكستر والترانسفيرسس أبدومينس الاثنين عملوا أرشينج فايبرز ونزلوا مسكوا ورا في البكتينية لاين والبيوبيك كريست عملوا لي كونجوينت تندون. يبقى البوستير وول فورمد اوف فاشيا ترانسفيرساليس اند كونجوينت مش هي هم هنا اتفقنا وراحوا لافين وماسكين البكتينية لاين والبيوبيك كريست. اذا البوستير وول از فورمد اوف فاشيا ترانسفيرساليس وكونجوينت تندون واجان وجود الكونجوينت تندون في البوستير وول ده نقطه تقويه للكمان لان الفاشيا ترانسفيرساليس دي حاجه خايبه وممكن اي اورجان يخش ويعمل لي هيرنيا. اذا الانترنال اوبليك قدامي دي برينج دي انا كده بقوي الكمان والكونجوينت تندون ورا السوبرفيشال رينج انا بقوي التو اوبننجز الموجودين في الكمان. هل كل متخيل اللي انا بقوله ده يا ولاد؟ لا حاسه ان في حد مش فاهم. فاهمين؟ يبقى تاني احنا اتفقنا ان انا عندي تو اوبننجز لازم اغطيهم. الانترنال اوبليك من قدام الديب رينج ويجي كونجوينت تندون طبعا ادي مكان السوبرفيشال رينج من بره وادي كونجوينت تندون من ورا. اذا الكونجوينت تندون ورا السوبرفيشال رينج فدي حته مقويه لي السوبرفيشال رينج من ورا. فاضل لي حته صغيره اللي هي ايه؟ اللي هي اللاترال كراس هتعملها فاكرينها؟ اللاترال كراس هتعملها وتروح تمسك في لينيا قلبه من ورا قدام الكونجوينت تندون اللي هي اللفت بار انفاينال ليجمنت وده اخر حاجه في البوستيرو وول اوف ذا كانال وطبعا من الحاجات القويه الكامله. يبقى تشوفوا سيبوا فيهم مشكله؟ وصلوا؟ اوكي. ايوه. طبعا. موجودين ورا السوبرفيشال مش احنا عندنا بس تخيلي معايا. ادي اللاترال كراس هيبعت فايبرز من ورا الرينج قدام الكونجوينت تندر تمسك في لينيا قلبه. اذا هي مقويه الرينج طبعا من ورا. اذا هي الاثنين اللي ورا الرينج الكونجوينت تندر والريفلكتد بارت اوف ذا انفاينال ليجمنت. صح كده؟ هل في صعوبة؟ تمام. فاضل لي روف وفلور وعلى فكرة اللي تخيل الأنتيرو وول والبوستيرو وول هيتخيل الروف والفلور ده كلام فاضي. احنا اتفقنا ان الترانسفيرسس ابدومينس والانترنال اوبليك وهي بتلف عشان تمسك تعمل الكونجوينت تندون دي بتدي باسج لايه؟ كمان اذا الروف معمول بايه؟ بالارش فايبرز اوف انترنال اوبليك اند ترانسفيرسس ابدومينس. ولذلك يا ولاد اما نيجي نتكلم على اللايننج بتاع السبرماتيك كورد الترانسفيرسس ابدومينس دازنت شاك لانها مش عامله حاجه من الوولز خالص. هنتكلم بعد كده ان الاكسترنال اوبليك شير انترنال اوبليك شير فاشا ترانسفيرس كل ده بيشير في الكمال. اذا طول ما التستس ماشي وطالع بياخد لير من الحاجات دي ترانسفيرسس ابدومينس دازنت شاك ان ذا وولز اوف ذا كمال فما بتديش اي حاجه في اللايننج. دي هنتكلم عليها في السبرماتيك الروف بس ما هي روف بس ما عداش عليها ده هي جايه كده وده داخل ده روف مجرد مغطياه لكن ما دخلش فيها. حتى الانترنال اوبليك دي مشاركه بالفري ماستريك مش برضه من ناحيه الروف خالص. تمام في مشكله في الكلام ده يا ولاد؟ ده روف. طب الفلور معمول بايه؟ كلام فاضي. انجوينال ليجمنت ميديال هاف ووراه اللاكيونر ليجمنت بتاعه. كانت اتفهمت؟ هعملكوا حاجة حلوة تاني عشان هثبت بقى العملية دي. حاجة حلوة يعني. كلام وقعت. كلام وقعت. بص يا ولاد. كده كويس طبعا. بص يا ولاد. اللير دي ايه دي؟ ايه دي؟ فاشا ترانسفيرس تاني ده من ورا لورا لجوه. وال او 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 اعلى طيب التريات اخر السنه هدي انا اصلا عموما مش هخلص الامن معاك. ليه كده؟ لا مش هخلص هشتغل لحد حاجه كده ادوني الحته الرخمه وبعد كده لما جه بقى قدوا من يريح قالوا لي ريحي انت كمان.
هتلاقي قلم نافع، انت انا مش نافع بتاعك، قلمك بايظه. ايه اللي قلم قصيره اللي انت جايباها؟ ادي الاستراحه. طلعوا لكم النتيجه قريب على فكره. ايه؟ طلعوا لك ورد التشريف عمال يقول يلا يلا بتاع كنترول يخلصوا. كل حاجه في الاسم ده حاجه صعبه. يلا بصوا يا جماعه. حد بقى يساعدني كده وخليه كويس. تعالي. امسكي. امسكي. كده. يلا. هنعيش بقى. بص يا ولاد، دي فاشله ترانسفيرسات صح؟ ودي الفتحه بتاعت الديب انجواينال كانال. طيب شايفين؟ ده الانجواينال طبعا ليجمنت اللي هو تحت، ما احنا قلنا ان هو رومت. تمام. شايفين الانجواينال ليجمنت اللاترال تو ثيردز بيدي العضله الصفراء دي اللي هي واللاترال فور ثيرد بيدي ترانسفيرسس اربعه. تمام؟ يبقى احنا اتفقنا ان الزرقاء دي اكسترنال اوبليك، والصفراء انترنال، والبني ترانسفيرس، والاورنج فاشا ترانسفيرسال. دي السوبرفيشال رين ودي الديب رين. يلا انتيريور رين كده صح؟ عند نفسي انتيريور معموله بايه؟ اكسترنال اوبليك وايه؟ انترنال اوبليك. شايفين الترانسفيرسس ابدومينس بعيده خالص عن الكانال اهي فوق الارشنج فايبرز بتاعت الاثنين اللي هي الانترنال والترانسفيرس، تحت انجواينال ولاكيونال ورا ورا الفاشا ترانسفيرس. طب وتخيل ده ايه؟ الكونجوينت اهو من ورا كونجوينت الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض اهو عاملين لي كونجوينت من ورا. تمام؟ انتوا مغرضين على فكره، سيبكم الكلام والله ما يهمك. بص يا ولدي ادي ادي الوند اللي قدام الورا، مش دي الكلام اللي خشن فيها الوند دي من ورا اهي لقدام. اذا الانتيوم معموله بايه؟ جايب
فيرسس ادومينانت ادي الرو. لا ده مستيرو. دي الفاشيه الترانسفيرساليس يا ولاد اهي، ودي الحته بتاعت الايه؟ الكونجوينت تندون، وبعد كده الريفلكت بارت بتاعت الانجوينال ده بوستيرو. طيب مستيرو تاني الروف معمول بايه؟ بالارش فايبرز بتاع الانترنال اوبليك والترانسفيرسس ادومينانت. هو ما بيعملش، ما بيبقاش كونجوينت تندون غير عند الانسرشن. انت عارفه كونجوينت تندون طبعا هو مكتوب كونجوينت، لكن هو اصله ايه؟ كونجوينت تندون كونجوينت يعني اللي مش عارف يا اولاد يعني ايه كونجوينت؟ يعني اثنين عملوا جوينت مع بعض كونجوينت تندون. تمام؟ اوكي؟ وده الفلو يا اولاد اللي هو الميديال لاف اوف انجوينال ليجامنت مع اللاكيونال ليجامنت. في مشكلة بعد اللي احنا قلنا ده في الموبايل كمان، أصلا اللي عنده مشكلة بتبقى مشكلة شخصية. تمام؟ اللي عنده مشكلة بتبقى مشكلة شخصية. طبعا بعد كده الكلام اللي جاي كلام سهل جدا بالنسبة لك مش هيعمل لك أي مشكلة. What are the structures passing through inguinal canal؟ سبرماتيك كور. إيه؟ سبرماتيك كور والنرف إيه انجوينال نرف. بس لازم تفتكر إن السبرماتيك كور دخل عن طريق الديب انجوينال رينج، لكن الانجوينال رينج عمل بيرسنج للانترنال اوبليك وعدى من اللور فايبرز وخرج للسوبرفيشال. فرق كبير وممكن يلقطك فيه الام سي كيو. الكومبنساتوري ميكانيزمز، وانا هقفل مش هبدا هرميا غير المره الجايه، لان حاسه ان لو قلنا هرميا هيبقى كتير. اول حاجه احنا في حاجه قلناها البوستي فايبرز دي تروح مقربه على الليجمنت وتقفل لي البري
مش تقفل مولي تقرب قوي، فحاول ان هي ايه تغطي الديفكت برضه. طيب ده اللي اسمها الشاتر ميكانيزم. الانتركرورال فايبرز طبعا مع بعضها بتمنع السيبريشن اوف ذا تو رينجز، ده غير ان هي ممكن تعمل ايه شويه ابروكسيميشن مع الكونتراكشن بتاع المصل. الكريما ستيرك مصل اللي هي دي صح؟ اما بتكونتراكت بترفع التست صح؟ وبتقفلي ايه؟ تحاول تقفل السوبرفيشال رينج. يبقى العضله لما بتكونتراكت يا ولاد ركزوا معايا. انت بتيجي تتكلم في المحاضره عشان تجاوب. كونتراكشن اوف ذا كريما ستيرك مصل ترفع يا ولاد التست تقفلي السوبرفيشال رينج. مش هتقفل قوي يعني، هي كل ده بتوارب، عارفه زي الفرق بين الباب مقفول والباب وارب، فبتوارب بالسوبرفيشال يعني مش هتوصل وتقفله. ماشي ماشي يا ولاد. تاني بسرعه الميكانيزم، لا لا الانتير مول سوري البوستير مول استرنتند بايه؟ كونجاينت تندر وريفلكتف قدام السوبرفيشال رينج، ومن قدام ايه اللي قدام الانترنال رينج؟ الانترنال اوبليك. طيب لما يحصل الفالفولار ميكانيزم دي زياده الانتر ابدومينال بريشر بتعمل ابروكسيميشن للانتير وبوستير وولز مع بعض تمام. الشاتر الفايبرز دي كونتراكشن تروح اللي هي بتاعت مش عامله كده تروح عامله كده تقفلي الكوبري او تقفلي النفق. الانتر كرورال فايبرز بتمنع سيبريشن اوف الكرورا. الكريما ستيرك ماسل كونتراكت تترفع بالشكل ده، وادي السوبرفيشال رينج تروح هتلاقي الرينج. في مشكلة في الميكانيزم دي؟ آخر حاجة هنتكلم عليها النهاردة الإنجوينال تراينجل وهنقول نمشي خالص. بص يا ولاد آدي الإنجوينال تراينجل شايفينه؟ آه وأنا ممكن أتكلم؟ آدي هيخش من الديب رينج او هيخش من حته معينه
تخش من السوبرفيشال انجوينال ليف. لكن دي لا ده تطلع على طول. ممكن طبعا يحصل هيرنيا، وممكن هيرنيا هنا بيري كوم. في الحالة الطبيعية شوية بقى اللي في القايم والحتة بتاعت الفاشية هنا ضعيفة وهنا قوية، انت لو ضربنا الفاشية ما بيزيدش قوي مش عارفة ايه، لكن دي افيري تكون طبعا، ودي طبعا كومن ان ادلتس يعني ممكن يحصل قوي هيرنيا بقى. خلاص في مشكلة في المحاضرة في النهاردة؟ فيها أي صعوبة يا ولاد؟ الحتة دي مكان القرش الأوفايبر ده كان هي على فكرة فاينل صغيرة مش دايما انت متخيلة احنا مكبرينها عشان تشوفوا، بس هي صغيرة قوي بس ممكن قوي ان هي تتيح شوية